يقول: هل من نصيحة حول استقبال شهر رمضان، وما هو الواجب علينا تجاه رمضان وهو قادم؟ النصيحة أن تسأل الله جل وعلا أن يبلغك رمضان، ثم تسأل الله أن يعينك على اغتنامه، ثم تسأل الله أن يتقبله منك. هذه ناحية. الناحية الثانية أن تتوب إلى الله، تستقبل الشهر بالتوبة من الذنوب، التوبة الصحيحة، من أجل أن يدخل عليك شهر رمضان وأنت تائب من الذنوب، تستقبله بتوبة صحيحة وفرح به وسرور بقدومه، تفرح به وتسر بقدومه، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون، وتحمد الله عز وجل على أن بلغك هذا الشهر، وتسأله أن يعينك على اغتنامه والعمل بطاعته في هذا الشهر وفي غيره.